بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية عن اليوم الاثنين الموافق 6 ابريل 2020، وهو اليوم الثالث من الاسبوع الثامن لفيروس كورونا المستجد في مصر. بلغ عدد اصابات اليوم 149 اصابة، ليصبح العدد الاجمالي للاصابات في جمهورية مصر العربية 1322 اصابة، بينما بلغ عدد الوفيات اليوم 7 حالات وفاة. جدير بالذكر أن 30% من حالات الوفاة توفيت قبل وصولها مستشفيات العزل. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها اليوم 12 حالة، وبذلك يصبح عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل 259 حالة من أصل 396 حالة تحولت نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية. وبتحليل البيانات للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر وتقييم حالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات العزل، تبين الآتي: 88% منهم يعانون من أعراض بسيطة، 7% يعانون من أعراض متوسطة، و3% يعانون من أعراض حادة، و2% حالات حرجة. وتعد مصر من الدول ذات الإصابة البسيطة بالنسبة لعدد السكان وفقا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية، حيث أن المنظمة تقسم الدول العالم إلى 3 مجموعات حسب عدد الإصابات بالنسبة لتعداد السكان بالمليون، وهي مجموعة إصابات مرتفعة، مجموعة متوسطة الإصابات، ومجموعة بسيطة الإصابات، ومنها مصر. تقوم وزارة الصحة والسكان بتقديم خدمة الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترات العزل المنزلي، وكذلك للمصابين والمخالطين، وذلك من خلال الرقم الساخن 105 وخطين آخرين هما 0800-888-700 و 022-08-16-831. تتم إعادة الاتصال بالمواطن خلال 24 ساعة من تاريخ الاتصال بواسطة فريق من الأطباء المختصين في كل من الدعم النفسي والدعم الاجتماعي. خدمة الدعم النفسي تشمل أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل والتوعية بأن الإصابات بفيروس كورونا ليست وصمة. تتم الإجابة عن استفسارات الجمهور حول كيفية التعامل مع الضغوط المتزايدة. كما تم تدريب أكثر من 150 متخصص في الصحة النفسية عبر وسائل الإنترنت لتقديم الدعم النفسي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم.